ونحن فخر أوال في حضارتها، ونحن أعلى بني عربانها نسبا، لنا شمائل عبد القيس في كرم، ومن ربيعة طابت ريحنا حسبا. مهرجان خطابي أقيم في العاصمة البريطانية لندن للتضامن مع الشعب البحريني الذي يمر بواحدة من أخطر المقاطع في تاريخه. فالنظام الحاكم في البحرين يحاكم الوجود الشيعي ولا يدخر وسيلة إلا ويستخدمها لقمع الشعب وحراكه المشروع، حتى وإن اقتضى الأمر التنازل عن سيادة البلاد واستقلاليتها. المتحدثون في المهرجان وجهوا في كلماتهم التحية إلى الشعب الصامد في الداخل الذي يخوض معركة مصيرية مع عائلة آل خليفة. ونأمل إن شاء الله أن الشعب البحريني بصموده التاريخي والمستمر أن يأخذ بحقوقه كاملة. وهنا أعتقد أن علينا أن نفضح هذا النظام وكل نظام يعمل على تجنيس الأجانب واستبدال أهالي أو المواطنين الأصليين بسكان آخرين، وهذا يخالف كل قوانين حقوق الإنسان. هذا النظام على أعتاب القمة الخليجية التي تستضيفها المنامة بعد أيام يبدو من أشد المتحمسين لمشروع الوحدة ودوافع تتعلق بالحراك الشعبي في البلاد. مملكة البحرين هي يعني خاضعة، سواء اتحدت أو بقت على حالها، فربما تعتقد بأنه على الأقل في الاتحاد ربما تحل مشكلتها الاقتصادية. في الاتحاد على الأقل يمكن أن يعني ولو أن تبقى بوصفها مثلا ممثل للملك في البحرين. لكن هذا التمادي الخليفي في قمع الشعب والذي يجري تحت مسمع ومرأى المجتمع الدولي والخليجي ستكون له تداعيات على دول منطقة الخليج. هو لا شك يعني لم يكن أحد في الخليج من الشعوب يدرك أن السكوت على أذى وظلم البحارنة سيؤدي في النهاية إلى نفس الحالة في كل دول الخليج. الصمود الأسطوري للبحرانيين سيؤتي ثماره، فإرادة الشعوب لا تقهر، وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. في هذه الوقفة التضامنية عبر المشاركون عن دعمهم للحراك المشروع للشعب البحراني وعن إدانتهم لجميع أشكال التدخل في شؤون البلاد، وخاصة تلك الصادرة من السعودية وبريطانيا. ساهر عريبي للبحرين اليوم من مؤسسة دار الحكمة في العاصمة البريطانية لندن.